傻，善良美丽，爱温柔顾家，心灵手巧云朵妈妈。أبي، ماذا أرتدي لأبدو جميلة؟ سأرتدي هذا. عيد ميلاد سعيد. هذا رائع. سأرتدي هذا. الدبابيس ستعجب أبي. ميان وتانغ، ماذا تفعلين؟ أتجمل قبل عودة أبي. ومن أين عرفت التجميل؟ قد رأيتك تتجملين من قبل، وسأكون أجمل. ها. لقد عدت. لقد عاد أبي. ها، قد عدت إليكما. يبدو أنكما اشتقتما إلي. اشتقت إليك يا أبي. هل سافرت إلى باريس؟ ألا ترى كم أصبحت جميلة؟ أجل، أصبحت جميلة. ماذا تقولين؟ هل أكلت يا عزيزي؟ لم أكل. أبي، هل ازددت طولا؟ تحولت إلى قطعة حلوى كبيرة. اشتقت إلى الطعام الذي تعدينه. هل أنت متعب؟ أشعر بالعطش فحسب. تفضل يا أبي. هيا اشرب هذا. سيشرب هذا. تفضل الشاي. سأشربهما معا. سأصدر الحذاء المنزلي. هذا الحذاء أفضل يا أبي. ارتداء هذا الحذاء سيكون مريحا أكثر. ارتدي الحذاء الذي أعطيته. حسنا، سوف أرتدي الاثنين. لابد أنك شعرت بالإرهاق في هذه الرحلة. دعني أدلك كتفك. سأدلك قدمك. لقد أحضرت لكما هدية. انظرا. تشبهكما كثيرا، الكبيرة لزوجتي والصغيرة لابنتي. أعجبتكما؟ رائعة. العودة للمنزل أمر رائع حقا. سوف أستحم بالماء الساخن لكي أريح جسدي قليلا. فلتسرع، أعددت المقبلات. وأنا سأغني لك يا أبي. الهدية التي أحضرها لي جميلة. إنها هديتي أنا فقط. أحضرها لي أنا. ما بك؟ ألا ترين عنق الإوزة الملتوي؟ لابد أن والدك أحضرها كي أعلق عليها قلادتي. قال أبي إن الصغيرة لي والكبيرة لك. أحضرها لي. إنها هديتي. هذه هديتي أنا فقط. إنها لي وليست لك. هذا سيء جدا، لقد انقسمت الاثنين. تشبهكما كثيرا، الكبيرة ليوندوا. لا تبتعدي عني. لا تخلقي أبدا يا صغيرتي، فأنا لن أبتعد عنك.
لكننا أفسدنا الهدية التي أحضرها أبي. لا تقلقي ودعيني أفكر في حل ما. وجدتها، هيا لنصلحها معا. لن توجد مشكلة هذه المرة. لقد أصبحت رائعة. أصبحت أجمل. تعال يا أبي. تناول الفاكهة. سعيد بعودتي. ها؟ هل قمتما بتزيينها؟ ما رأيك يا أبي؟ إنها جميلة جدا. لقد اعتقدت دائما أن شيئا ما ينقصها، وقد أصبحت جميلة بوجود هذه العقدة. قمنا بتزيينها معا. أنتما حقا بارعتان جدا. بالطبع نحن بذلك. كذلك. ذهابا وإيابا. أين المرطب يا ترى؟ ميان هو تانغ، فلتحضري لي مرطب الوقاية من الشمس بسرعة. ها هو. لماذا تحزمين أمتعتك يا أمي؟ أحزمها من أجل السفر. سأذهب لأحزم أمتعتي. لن نذهب معا هذه المرة، فأنا سأسافر مع زملائي في العمل. لن تصطحبيني معك؟ أمي، ماذا سأفعل أنا وأبي عندما تذهبين؟ والدتك تعمل بجد كل يوم وتعتني بك بعد العمل، لذا دعيها تذهب لقضاء عطلتها. لكن أنا سوف أطهو الطعام لك بنفسي. أنت من سيطهو؟ إذا لم تريد الطهو أطلب الطعام من الخارج. إن هذا هاتف المطعم. حسنا، مع السلامة. أمي، إلى اللقاء. دعينا نشاهد الرسوم المتحركة معا. هل نسيت شيئا ما؟ خشيت ألا يعلم والدك ما هي مكونات طهو الطعام. يجب عليك حفظ هذا جيدا يا عزيزي. ها هي الخضروات، والصلصة والبيض موجودان هنا، أما اللحم فموجود بالمبرد. فهمت، لا تقلقي، هيا اذهبي. هل أنت متأكد أنك فهمت؟ قل لي، هل تجيد استخدام الغاز؟ بالطبع، فأنا لست طفلا صغيرا. اطمئني، حفظت كل ما قلته. حسنا، فلتعتنيا ببعضكما، أنا ذاهبة الآن. هيا لنلعب. بالطبع. لماذا عدت مجددا؟ سأقضي اليوم بأكمله بالخارج وسأعود مساء الغد. علمنا. أردت إخباركما فقط ألا تنسيا مشاهدة الأخبار لمعرفة حالة الطقس غدا إذا أردتما الخروج. حسنا، فلتطمئني. حسنا، أنا ذاهبة. بالمناسبة، إذا كان الطقس حارا لا تنسيا أن ترتدي القبعات والمظلات هنا، وإذا كان الطقس باردا سوف تجدان الملابس الشتوية في خزانة الملابس. اطمئني يا عزيزتي، حفظت كل ما قلته، وإذا شعرت بالقلق فيمكنك مهاتفتنا. حسنا، إلى اللقاء. كنت أعلم أين مكان المظلة، وأعلم أيضا أين توجد أحذية الأمطار. وأنا أعمل طيارا، لذلك أتابع دائما حالة الطقس. لما لا تنسى أن تلعب مع ميان هو تانغ قليلا. بالإضافة إلى أن دميتها قد تلفت، فلتقم بإصلاحها من أجلها. تذكر ما قلته. لا تنسى يا عزيزي. إنها
إنها قلقة علينا كثيراً. نحن يمكننا الاعتناء ببعضنا جيداً، أليس كذلك؟ أجل بالضبط يا أبي، لست رضيعة. ها؟ أجل، فقد كبرت الآن يا عزيزتي. أريد تفاحة. سأحضرها في الحال. جلبت لك أكبر تفاحة، انظري إلى قدرتي في تقشيرها. لم يتبقى منها شيء. إنه مجرد خطأ صغير. يا ليت أمي كانت هنا. ها؟ ها؟ عدت مجددا؟ قد فوتت الحفلة. ماذا؟ كيف حدث ذلك؟ هذا لأنك أخذت وقتا طويلا في الذهاب والعودة إلى هنا. حجزت هناك غرفة تطل على البحر. كما أنني فوتت علي طاولة العشاء الفاخر التي حجزتها. دعي الأمر لي، ما دمت لم تستطيع السفر فأنا سأخذكما إلى هناك لتناول العشاء الفاخر والبقاء في الغرفة المطلة على البحر، ومن يوافق على ذلك فعليه برفع يده لأعلى. موافقة. أنا أيضا. جميعنا موافقون، فلنذهب إذا. هكذا لن تخلق أمي علينا أبدا. فريق الدراجات. شكرا لك. لا داعي للشكر يا أمي، لدي طلب صغير. ماذا؟ أيمكنني شراء دراجة جديدة؟ لا. لكن عندما كسر قلم الحواجب اشتريت واحدا جديدا. كيف علمت أنه قد كسر؟ هل أنت من قام بكسر القلم الخاص بي؟ لقد كنت. إذن صحيح أنك أنت من فعلتها. أنا لم أقصد ذلك، فلتقولي لي كيف سألعب بدون دراجتي. تعالي معي الآن. انظري كم لديك من الألعاب الجديدة. كم مرة لعبت بهذه الدمية؟ كنت تلعبين معي من قبل، والآن أنا ألعب وحدي ولا أحب اللعب بها. وماذا عن هذه؟ يمكنك اللعب بها وحدك. أنسيت أنه نفد الجزء الخاص بي والباقي هو النصف الخاص بك. فلنلعب هذه اللعبة ولنرى من الذي سيكسب أولا. هيا. هذه الأشياء لا أحد يلعب معي بها. هذا الطقس مناسب لتجفيف الملابس. هل يمكن اللعب معي قليلا يا أمي؟ إنني منشغلة الآن، اذهبي والعبي وحدك. أمي ليس لديها وقت لي. هذا ليس صحيحا، فأنا أحبك كثيرا. لقد عدت. ها؟ ماذا يفعلان يا ترى؟ إنني لست جيدة بما يكفي، وعلي اصطحابك كثيرا لكي نلعب معا. أنا مخطئة، لا تحزني يا عزيزتي. ما الخط؟ زوجي، لما عدت مبكرا؟ قمت بالتبديل مع زميلي. لقد عاد أبي. ها؟
هل تشاجرتما وأنا بالخارج؟ لا لم نتشاجر، كان هناك فقط سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ أي سوء تفاهم الذي يجعل ابنتي تعاني هكذا؟ أمي ليس لديها وقت لتلعب معي، كما أن دراجتي قد كسرت. إنها مشكلة صغيرة سيحلها والدك. انظري لوالدك القوي كيف سيصلح لك دراجتك. لكن يا أبي أريد إصلاح واحدة فقط. لا بل يجب علينا أن نصلحها كلها. يمكننا أن نلعب نحن الثلاثة بالدراجات معا. أبي وأمي سيلعبان معي. فلتطمئني يا صغيرتي، سأنتهي من إصلاح الدراجات على الفور. لقد نجحت. إنها تشبه الجديدة تماما. إن أبي رجل عظيم للغاية. إن هذا أمر بسيط جدا. عزيزتي ارتدي معدات الحماية واستعدي للانطلاق. انتظرة. أمي لماذا؟ علينا الانتظار. ألا تريدين اللعب معي؟ انتظري قليلا. أزمة الشاي. نملة، اثنان، ثلاثة، أربعة. ممل جدا. ميان خواتانغ، لما أنت حزينة هكذا؟ سألعب معك لعبة المنزل اليوم، ما رأيك؟ لقد كبرت بالفعل يا أمي، ولا أريد لعب هذه اللعبة بعد الآن، إنها للأطفال فقط، كما أن هذا النوع من الألعاب ليس حقيقيا وممل. لا تريدين الألعاب المزيفة، إذا ما رأيك أن نلعب لعبة حقيقية تحبينها أنت؟ ما قصدك؟ أنا أقصد أن نقيم حفلة شاي حقيقية ولتقومي بدعوة أصدقائك المقربين للمشاركة في الحفل، ما رأيك في هذا يا عزيزتي؟ رائع! جميل جدا. دعوتهم. أمي ما هذا؟ هذه معدات حفلة شاي الظهيرة، وهناك مزهريات أيضا تبدو جميلة، أليس كذلك؟ لا تشبه التي تستخدمها الأميرات، أريدها ذهبية. ذهبية؟ أود أن أقيم حفلة للأميرات، ساعديني. لماذا تفعلين هذا؟ رأيت الأميرات في كتابي. رأيتهن يستخدمن كل ما هو لونه ذهبي. عذرا يا أمي، لم أتعمد فعل ذلك. لا بأس، فمن المؤكد أن لديك طريقة أخرى، فلا بد أن تقومي بإعداد حفلتك بنفسك. أنا أثق بك وبقدراتك يا عزيزتي. هيا لنبدأ في التجهيز. يجب أن يكون لدينا مفرش طاولة لطيف. وجدتها. سأستخدم هذا. هذا ليس مفرشا. أخبريني ما رأيك يا أمي في هذا، لقد وضعت مفرش الطاولة في هذا بنفسي، أليس أجمل مما كان من قبل؟ انظري لهذا المفرش، كم هو جميل. إنه جميل. أمي ماذا
تفعلين؟ قلت إنه جميل، لذلك سوف أضع هذا المفرش الأبيض بدلاً من الآخر. إنه جميل يا أمي، لكني لا أريده، أريد الأزرق. لا تثقين بقدرتي في التجهيز جيداً للحفل. إنها محقة، فأنا دائماً ما أعارضها. إنني أثق بك، جربي الأبيض وقولي هل هو جميل أم لا. سأحضر الكعك. تقلقي، فأنا أثق بأن لديك طريقة أفضل للتجهيز للحفل وأنك سوف تفعلينها. لقد وجدتها، فلنقم الحفل على الحشائش إذن. يا لها من فكرة رائعة للغاية. للأسف ليست مشرقة وذهبية كما أردت. لنستخدم ما تبقى من المربى للرسم والتلوين. هذا رائع. فاكهة الدوريان. علينا ألا نصدر أي صوت. ما هذا الصوت؟ لا شيء، هيا عجلي قليلا. دعينا نتناولها سريعا قبل أن يستيقظ أبي. حسنا. يوندوا، ميان، خواتانغ، أين أنتما؟ هذا غريب، ترى أين ذهب؟ لقد استيقظ أبي. إنه أبي يا أمي، خبئيها بسرعة. هل تشمان هذا؟ أعتقد أن هناك رائحة غريبة بالمنزل، رائحة كريهة. هذا بسبب أنني لم ألقي القمامة. سأتولى أمر إلقاء القمامة ما دمت متعبة يا عزيزتي. دعي هذا الأمر لي، فلتطمئني. لابد أنها نسيت وألقتها. أشعر برغبة في احتساء العصير. ما هذا؟ اشتريتما فاكهة الدوريان مجددا؟ لا أصدق. يبدو أننا لم نستطع إخفاء رائحتها. رائحتها ذكية، لا أعلم لماذا يراها أبي كريهة. الأشخاص الذين يحبونها يرون أن رائحتها ذكية، على عكس الأشخاص الذين لا يحبونها. أبعد هذه الفاكهة من هنا. لماذا يا أبي؟ لكن سعرها باهظ جدا. رجاء أبي، تناول قطعة فمذاقها لذيذ جدا ومفيدة. بالطبع لا، فرائحتها كريهة جدا. أنا لن أتناولها مطلقا، ولن أخرج من غرفتي ما دامت هذه الفاكهة موجودة هنا. وجدتها، لنأكلها الآن. حتى وإن تناولناها الآن ستبقى رائحتها موجودة لفترة. خطرت ببالي فكرة، سنتناولها أثناء طهو الطعام لنخفي رائحتها. آه،
إنها حقا لذيذة. أجل. لا 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 هل فسد جهاز التهوية هنا؟ عزيزتي، رائحة كريهة، من الخطأ أن تفعل هذا لأنه سيدمر وحدة عائلتنا وسيؤثر على صحتنا الجسدية. قف جيدا، رجاء أنصت لي، سأترك المنزل إن ظلت هذه الفاكهة هنا. تتركه؟ أجل، سأترك المنزل، سأغادر لاستنشاق الهواء. ما العمل؟ لن يمكننا تناولها كلها. ولو تناولنا بعضا منها سيغضب. وجدتها. خذي، احذري ألا تتعثري وأنت ذاهبة. لا تقلقي، لقد زالت رائحتها. هذا لأنني ألقيت الفاكهة بالخارج مثلما أردت. أحسنت، اختفت الرائحة تماما. هيا أعطيني قبلة. تعالي لتناول الكعكة. أوه، يبدو أن مذاقها لذيذ. تناول قطعة منها يا عزيزي. حسنا. ما الذي وضعته بها؟ لقد وضعت بها. إن مذاقها لذيذ. وضعنا بها فاكهة الدوريان. هذه فاكهة الدوريان، لكن مذاقها ليس سيئا على الإطلاق. تناول قطعة هكذا أخرى. يمكنني تناولها.